ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قام سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 17 شتنبر 2020 بمعية الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بزيارة ميدانية لمركز الامتحان بكل من المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بسلة الجديدة ويعقوب المنصور بالرباط. وتندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل المخطط المتكامل الذي وضعته الوزارة لاستكمال العملية المرتبطة بالموسم التكويني 2019-2020، والذي من بين محاوره إجراء امتحانات نهاية التكوين التي سبق تأجيلها بسبب تطور الحالة الوبائية ببلادنا وفق برنامج مدقق. هذا ووقف الوزير والوفد المرافق له على التدابير الاحترازية المتخذة بالمركزين المذكورين وعلى الجهود المبذولة لتوفير الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المترشحات والمترشحين وهيئة التأطير الإدارية والبيداغوجية بتنسيق مع السلطات المختصة حتى تمر الامتحانات في أحسن الظروف. واتخذت المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سلسلة من التدابير الاستثنائية التي تستجيب لمتطلباتهم الظرفية الخاصة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد لتأمين إجراء امتحانات نهاية التكوين برسم دورة 2020 في ظروف جيدة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.